حد عايز يكلم الشيخ مصباح؟ حد عايز يسأل الشيخ مصباح في حاجة؟ اتفضل يا أستاذ. دي محفظة، عايزه يقول لي إيه اللي في المحفظة دي؟ شيخ مصباح، معانا محفظة دلوقتي، أنا خدت حاجة منها وهي في إيدي، عايزك تقول لي إيه هي؟ صحصح معايا يا شيخ مصباح، وضح يا شيخ مصباح، وراجع يا شيخ مصباح، هي إيه الحاجة اللي في إيدي يا شيخ مصباح؟ صورة. صورة، تسيفة كبيرة أوي للشيخ مصباح. طب يا شيخ مصباح، الصورة دي مكتوب عليها إهداء من ورا لواحدة، تقدر تقول لي هي مين؟ حاول يا شيخ مصباح معايا تقول لي الإهداء ده لمين؟ إهداء؟ مين حبيبتك حنان؟ حبيبتك حنان! أنت الحرق أسود والنيل! أنت مين حنان دي؟ مين؟ معرفش حد اسمه حنان، ده من عنده هو اللي بيقول. ده انت يومك مش فايت النهارده يا مجرم يا خاين. صدقيني انا ما اعرفش حد بالاسم ده، ده هو اللي جايب الصوره. انت جايب الصوره دي منين يا عم؟ يا عم الحاج، ما هات المحفظه يا عم، محفظتك وقدام كل الناس. هو انا ساحر؟ انا منوم مغناطيسي. تسقيفه كبيره قوي للشيخ مصباح. هاي يا مصباح، عارف انت زي ما تكون اتخلقت عشان شغلانه الوسيط دي. نجاح بامتياز مع مرتبة الشرف من أول ليلة. يا راجل، وانت بتسمي خراب البيوت نجاح؟ عارفة زمان الست اتطلقت أو قطعته وحطته في الكاس يا راجل. ما يستاهل، هو يعني كان حد قال له يخونها؟ ولعلمك بقى يا شيخ مصباح، أنا لي هدف إنساني من ورا شغلانة المنوم المغناطيسي دي. طبعا، الله، انت هتقولي ولا إيه؟ انت مصلح اجتماعي عارف. طبعا، ليس إلا. على العموم خد اجرتك ايه يوم بيوم كده عشان نفسك تتفتح للشغل كده وتسخن معايا ابو المصابيح. لا لا لا، استنى بقى، ايه ده؟ دي حته ب 20 جنيه. ايوه، ولعلمك انا كنت ناوي اشغلك يومين ثلاثه كده حلواني، بس انت بصراحه بهرتني. طب بقول لك ايه يا عرف، تجيب 5 جنيه كمان واخلي حفيظه تدعي لك. لا حفيظه، خد يا معلم 10 جنيه اهي وابعد عني انت وحفيظه. ايه يا ابني ليه؟ انت بقيت بتفهم يا ده عرب؟ والله بتفهم وبتخاف على نفسك. اما راجل فعلي صحيح، هو كان فاكرني هعدد عليه؟ خلاص ال 10 دي بقى من نصيبي. 10 ايه وليه؟ ما انا كل الفلوس جبت بيها اهو كباب وكفته. خربي عليك راجل، من حف في غموسه اكل عيشه حاف، وبدل اللحمه والبدنجان هات لك قميص يا عريان. طب خلاص بقى، ما تمديش ايدك على الاكل بقى. يوه، انا قصدي يعني ان كنت على البير اصرف بتدبير وخلي شربه لبكره. يا ستي خليها على الله، كله على الله حفيظه. على رايك يا اخويا، اجري يا مشكاح للي قاعد مرتاح. هو مين ده اللي مرتاح بقى؟ هو لولا التعب اللي انا تعبته ده كان عرف اوصل لاي حاجه. انا قصدي يا اخويا هو اللي مرتاح وانت مشكاح. يلا، المهم أكلة الراجل المقمرة ما تاكلها الا المشمرة. والست عملت ايه لما عرفت ان جوزها بيخونها؟ ايه دي كانت ليلة، الست هبشت في رقبة الراجل، ولما الناس سلكوه مشيت، اما الراجل جري وراها قال بيحاول يهديها. يهدي مين دي؟ هتطين عيشته. بس تصدق مصباح ده باين عليه مكشوف عنه الحجاب، عرف ازاي اللي مكتوب على ظهر الصوره؟ نعم، مكشوف عنه الحجاب. وبعدين انت مالك معجبه قوي كده بمصباح؟ مفيش، برافو عليك يا عرفه يا جوزي يا عبقري. تلاقيك وشوشته. اوشوشه ازاي وانا واقف على المسرح وسط الناس وبيني وبينه مش اقل من 7-8 متر ليس الا؟ عملت ايه يا عرفه؟ ما تقصر وتقول. كل يا اولاد، كل يوم هجيب لكم كباب وكفته كده، على الله بس النجمه ترضى عني. راضيه عنك يا سيدي، بس قول بقى يا اخي عملت ايه؟ وهو معقول في ساحر يفشي سره للجمهور بالشكل ده؟ انا مش جمهور، انا مراتك. قولي عرفه. لا، صعب عليك، صعب. معلش حاول يا ست، صعب ان اختصر لك في كلمه ونص تعب وشق السنين والابحاث اللي عملتها في عالم الارواح والتمويم المغناطيسي. واحده وهفهم. قول. انا دربت مصباح ان ياخد اول حرف من كل جمله ويكون بيه في الاخر كلمه. فهمتي حاجه؟ لا، مش بقول لك صعب عليكي. واحده وهفهم. ماشي يا ست، يعني أول جملة بقول له فيها صحصح معايا، يبقى أول حرف إيه؟ الصاد. والتانية وضح لي. واو. والتالتة راجع معايا. ريه. الرابعة بقى هي إيه اللي في إيدي دي؟ هي هي هي. تمام، يبقى الكلمة إيه؟ شورة. صايع يا طالع لأبوك عبقري، مش أمك اللي تاهت مننا وسط الأكل. هذا الشبل من ذاك الأسد، ما تاخده بدل المصباح أحسن.
مصباحتي اعمل لك كوبايه شاي؟ يا شاي شاي دلوقتي، شاي دلوقتي يا حافظ؟ لا ده الواحد عايز يمد ايده الله يبارك لك. يوه هو انت نسيت السيم ولا ايه؟ اعملي لنا كوبايتين شاي بالنعناع ولا من غيره؟ ايه ده؟ دي لابسه فستان الاحمر؟ فاكر يا مصباحتي بتاع ليله الدخله؟ يا سلام يا سلام، وتنينه تتنسي؟ يا سلام ساعة ما سبتيني ورحت تعددي يا حفيظة. يوهو على قلبك الأسود، ما أنا رجعت لك على طول وما نمناش لحد الفجر، وبالأمارة حتى قلت لي أنت إيه؟ على فين يا راجل؟ لا مفيش حاجة، أنا بس رايح أقيم الليل إن شاء الله. تقيم الليل؟ من إمتى يا أخويا وأنت بتقيم الليل؟ إيه وليه؟ أنت هترتاحيلي عشان إقامة الليل ولا إيه؟ إيه؟ هسمع ولا هشوف الفستان الأحمر خلاص؟ هنسى كلام ربنا ولا إيه؟ قفل الباب ليه يا حفيظة؟ يا راجل حلو القوت اللي بلاه اغير القميص. اللهم اني نويت الاعتكاف يا مصباح. يا مصباح مش لاقيه فيك كلام يتقال، شكله عبط ده ولا استهبال؟ تزعلش بقى، انا اسفه. وتفتكر الاعتذار كفايه؟ معلش يا جلال، انا انفعلت وقلت الكلام ده للصحفي عشان انا كنت في ازمه نفسيه فظيعه، بس انت مش حاسس بيها؟ حاسس وفاهم انك متازمه علشان بقالك فتره ما جالكيش سنوات كويسه. يا جلال انا بقالي 3 سنين لا شفت اضواء ولا دخلت بلاتوهات، ولما أرجع بفيلم زي ده لزكي نفخه. أحلام، أنا لما ضغطت عليكي كنت متصور إنه مجرد خروجك ده هيخليكي. هيخليني إيه يا جلال؟ نفسيتي كويسة؟ طب إزاي ده يحصل؟ أنت بتتكلم زي ما يكون ما تعرفنيش يا جلال. أنا نجمة ونجمة كبيرة، وأنا مش منتج نص كم ولا أرزقي ولا من بتوع المقاولات اللي من الباطن بتوع اليومين دول. طبعا يا جلال، أمال إحنا ارتبطنا ببعض ليه؟ عشان أنت منتج فنان. أحلام، انت ناسية خالص ان انت زي ما مضطرة تعملي الفيلم ده انا برضو مضطرة انتجه. الزمن اتغير يا احلام، السينما اتغيرت والناس اتغيرت، ولازم نسير التغير ده والا هنتوقف. ده منطق غلط يا جلال، لان موجة افلام السكتشات والهزار دي موضة هتنتهي وهترجع السينما الجميلة اللي احنا بنحبها، ولا يصح الا الصحيح. وهو كذلك، انا حوافقك علشان مش عايز نتناقش كتير وندخل في جدل سفسطاني، والحد بقى لما يصح الصحيح ده ندور لنا على شغلانه تانيه نشتغلها. لا نواصل، بس نفرض السينما اللي احنا مؤمنين بيها يا جلال. الجمهور لما بيلاقي فيلم محترم تاني. يا احلام تاني يا حبيبتي، لا انا اسف، انا مش موافق على كلام النقاد بتاعك ده، بدليل ان كل الافلام اللي قالوا عليها افلام عظيمه سقطت، والافلام اللي هجموها كسرت الدنيا. خلاص، عشان ما نوصلش في المناقشة لطريق مسدود، أنا عندي اقتراح. اتفضلي. أنا موافقة تماماً إنك تستمر في الأفلام اللي أنت بتنتجها، بس بعيد عني من غيري. وأنا موافق، بس في الوقت نفسه ما تحرمنيش إني أقدم لجمهوري فيلم محترم. من إنتاجي؟ طبعاً من إنتاجك. أمال من إنتاج مين؟ إيه يا جلال؟ أنت نسيت أنا عملت أعظم أفلامي كانت من إنتاجك. حاضر يا أحلام. مرسي يا حبيبي، ربنا يخليك لي. شكرا أوي. لا فيلم محترم قاعد اغني ظلموه. انا كمال زكي. الو استاذ كمال، ازيك وازاي صحتك؟ انت ما بتسالش عليا ليه؟ لا انا كنتش متصوره ابدا الايام تبعد بينا كده. بقول لك ايه، ما ينفعش الكلام في التليفون. لا انت ظروفك ايه بكره الصبح؟ طب ممكن اشوفك على 10 الصبح مثلا؟ طيب خلاص، وهو كذلك باذن الله، مع السلامه. الو، ايوه مين؟ ايه يعني ايه مش فاهم؟
يعني ايه تغيروا المشاهد من داخل الخارج؟ ايه الكلام الفارغ اللي انت بتقوله ده؟ لا انا مش هصور، انا اساسا ما جاليش اوردر. انا قلت لك مش هصور يعني مش هصور. ايه اللي بيحصل ده يا جلال؟ ايه في احلام؟ البي مدير الانتاج اتصل بيا دلوقتي عشان يبلغني بالاوردر، غيروا المشاهد من داخل الخارجي. معلش يا احلام، الحقيقه مش غلطتهم، هم غلطت انا، لان هم اعتمدوا على ان انا اللي هبلغك. ده تهريج، انت عارف المشاهد دي ايه؟ لا الحقيقه ما عنديش اي فكره. دول مشهدين في اوضه النوم، مشهد منهم وانا مع جوزي والدكتور وبديله الدواء، والمشهد التاني ايوه افتكرت. المؤلف اضطر انه يعدل السيناريو لان الموقف هيبقى بينك وبين صديق الزوج في كافيه. نعم ازاي يعني؟ يعني انا هقابل صديق الزوج في الكافيه علشان اقول له جوزي عيان وانا جبت له الدكتور والدكتور قال ان حالته حرجه جدا، فانا طبعا انهارت وعيطت وبعدين تماسكت وبعدين اديت له الدواء. انا طب انا هقول لصديق جوزي الكلام ده بمناسبه ايه؟ هي سينما ولا اذاعه؟ الحقيقه انا ما اعرفش هم اتصرفوا في المشاهد دي ازاي، انما كل اللي اعرفه ان هم لما جم يبلغوا اوردر للممثل اللي بيعمل دور الزوج اكتشفوا فجاه انه مسافر. مسافر؟ مسافر فين؟ راح اليونان، جات له سبوبه يا ستي، قال ايه بيمثل دور في فيلم هيتصور منه جزء بره. ما شاء الله. وانت بقى ايه موقفك من الممثل اللي ساب الدنيا وراح عشان يعمل سبوبه ده؟ لا طبعا مش موافق، وهبلغ نقابه الممثلين النهارده فورا، بس طبعا مش هاجل التصوير لحد ساعته ما يرجع. وطبعا لغوا دوره. اه، وانا سالت المخرج قال مفيش مشكله في تعديل السيناريو. طبعا هتكون فين المشكله؟ مش مخرج منجد وسيناريست سمكري، يبقى مفيش مشكله. بقول لك ايه، انا مش هكمل تصوير الفيلم ده. أحلام أرجوك إيه بس عشان خاطر، أرجوك ما تنفعليش، يعني المسألة كلها إنقاذ موقف، وبعدين أنت مش اتفقت معايا إنك هتكملي الفيلم ده بأي شكل وبعد كده تعملي اللي أنت عايزاه؟ عشان خاطري أرجوك. حاضر. على فكرة أنا كلمت الأستاذ كمال دلوقتي واتفقت معاه على إنه هيجيني بكرة الصبح. مين كمال ده؟ معقول يا جلال ما تعرفش الأستاذ كمال السيناريست العظيم ده؟ مصر كلها تعرفه، ده اللي عامل لنا فيلم وادي الأحلام. افتكرته. وده جاي بمناسبة إيه؟ هي بمناسبة إيه؟ أنا هتفق معاه لأنه يعمل لي فيلم رومانسي عظيم طبعاً عشان أرجع بيه للسينما. وبعدين مش أنت اتفقت معايا دلوقتي وقلت لي اعملي اللي أنت عايزاه؟ صح قلت لك، ربنا يوفقكم. دي انت شرفت، كنت فين طول النهار؟ مش بكلمك ترد عليا؟ كنت. وانت ما كلمتنيش ليه على المحمول؟ تطمئن عليا، ما يمكن بعد الشر جرالي حاجة. ما انت اتعلمت الايام دي تقفله. كنت فين؟ كنت انا حر. نعم قصدي كنت في المدرسه. هكون فين يعني؟ وبعدين طلعت من المدرسه رحت المطعم اتغديت وبعدين دخلت السينما. في حاجه دي؟ انت متاكد من اللي بتقوله ده حصل فعلا؟ طبعا كل اللي بقوله لك ده حصل، وبالاماره اكلت سكلوبانيه في المطعم ومعايا تذكره السينما. تحب تشوفيها؟ ايه يا عناد، انت فاكره ان ممكن اكذب عليكي ولا اخاف منك؟ لا لا يا عناد، انا لا بكذب ولا خايف. هايل هايل هايل. وناوي تستمر على الحال ده كتير يا سبعي؟ كل يوم من ده. واضح قوي انك مستعجل تسمع كلمة النهاية. قصدك ابغض الحلال؟ انا اللي قرر، انا الراجل، انا الراجل يا عنايات، وفي البيت ده كلمتي الاولى والنهاية. انت فاكر ان كلمة النهاية معناها الطلاق؟ انا ما عنديش غير كلمه واحده هقولها لك، الله يرحمك. والله زمان يا استاذ كمال، بقالنا كتير ما تقابلناش. فعلا بقالنا كتير، بس الحقيقه انتي ما اتغيرتيش وكأن الزمن توقف عنك. لسه برضو مجامل وكلامك رقيق. الحقيقه انا بقول الحقيقه لان جمالك وجاذبيتك وسحر طلتك زي ما هم بالظبط. شكرا. قولي بقى، انت قلمك لسه برضو بسحره وجاذبيته؟ انا ما اعرفش اجاوب على السؤال ده
لان انا اصلا ما اعرفش اقيم نفسي. اكيد طبعا الفنان الحقيقي عمر موهبته ما بتموت، بس انا بسالك السؤال ده لاني بقالي كتير قوي ما شفتلكش افلام. افلام تفتكر يعني في ظروف السينما بتاعت اليومين دول ممكن واحد زيي تلاقي له افلام؟ اكيد طبعا، لو احلام سعيد هتلعب دور البطوله، ولا ليك راي تاني؟ ولا ليا راي تاني ولا حاجه، ولا مش ممكن تتمحي من دماغي ولا من ذاكرتي ذكرى الافلام العظيمه اللي احنا عملناها مع بعض، الايام السعيده، اسوار الماضي، ضفاف الحب والخريف لا ياتي ابدا، وهمسات الليل. يا وحشني ألمك والله. تيجي نقول للزمان نرجع يا زمان؟ نقول للزمان نرجع يا زمان ومش هيسمعنا ولا هيسأل فينا خالص. لا هيسمعنا والله. أنا عارفة أنت بتقول كده ليه، عشان زمن الرومانسية انتهى خلاص، بس أنا في رأيي أن الحب عمره ما بيموت من قلوب البشر. الرومانسية دي ملهاش عمر افتراضي يا ناس. بس تفتكري في ظروف الإنتاج اللي احنا عايشينها دي ممكن يكون للرومانسية مكان؟ أنا حاسس أن أنا جاي من زمن بعيد قوي قوي، والزمن اللي أنا جاي منه خلاص انقرض وانتهى. أنا خلاص قررت التوقف عن الكتابة. اوعى تتوقف، أنا جايباك النهاردة عشان ما تتوقفش. حط إيدك في إيدي وبدل ما ننعي الزمن القديم نفتح باب للمستقبل الجديد. دي دعوة رومانسية أنا نفسي أستجب لها، لكن مفيش لكن. إحنا ظروفنا واحدة، وبدل ما نستسلم للإحباط تعال نغير الواقع اللي إحنا كارهينه. تغيير واقع يعني لازم تيار كامل يسندنا ويقف جنبنا، والسينما زي ما انت عارفه تجاره وفن وصناعه، يعني مش فن منفرد بحد ذاته. شوف احنا نبدا بنفسنا، انا عن نفسي خلاص قررت ارجع للسينما الجميله اللي انا بحبها، واتفقت مع جلال على كده ومعايا كل الضمانات. يعني ايه معاكي كل الضمانات؟ يعني فيلم على مستوى عالي جدا متوفره له كل الامكانيات، مخرج محترم، كاتب عظيم زي حضرتك، فنانين وفنيين على مستوى، احنا عايزين ايه اكتر من كده؟ مش عايزين حاجة اكتر من كده، وده شيء يسعدني جدا. عظيم، يبقى اتفقنا. اتفضل حضرتك. اتفضل ايه حضرتك؟ سمعني، هاتي ما عندك كل اذان وساقية. انا هعمل منك بقى نجمة كبيرة، خليط كده من سعاد حسني على هاني رمزي. ايه ده؟ لحظة واحدة بس. فوزية، فوزية. نعم. ازيك يا فوزية، عاملة ايه؟ الحمد لله. لسه زعلانه مني؟ وهزعل ليه؟ انت في حالك ولا في حالي؟ لا انا برضو عايزك يعني من ذات نفسك، من جوه نفسك الحلوه دي، يعني تعرفي ان انا عايز مصلحتك يعني. متشكره. بقول لك ايه، احلام هانم جوه؟ موجوده جوه، ممكن تدخلي لها. بس يعني ها ماشي. ايه الحلاوه دي؟ ادخل. صباح الفل يا ست الكل. اهلا يا فوزيه، ازيك؟ تعال. انا قلت يعني اجي عشان افكر حضرتك. تفكريني بايه؟ عشان يعني ترشحيني في الفيلم الجديد ان شاء الله. حضرتك بتحكي عليا. اصل لسه ما فاتش كام يوم من ساعه ما كلمتيني يا فوزيه. وماله يا هانم، ما هو انت اكيد في الكام يوم اللي فاتوا دول اكيد اتفقتي على فيلم. انا فعلا اتفقت على فيلم، بس لسه بينكتب. ما فيهاش حاجه يعني، اسبوع بكتير وهكون خلص، يعني مش هكون مت من الجوع. بقول لك فيلم لسه بينكتب، تقولي لي اسبوع؟ ده بكتير. مش الاستاذ زكي نفخه برضه هو اللي بيكتبه؟ ما تبقيش مفتريه يا فوزيه وتشنعي على الراجل. الاستاذ نفخه بيكتب الفيلم في 10 ايام مش في اسبوع. طب وماله يا هانم، استنى، ما فيهاش حاجه يعني. معلش بقى، حظك وحش معايا. الفيلم الجديد اللي بيكتبه الاستاذ كمال عزمي، وطبعا ده هياخد له مش اقل من 6-7 شهور. 6-7 شهور وكده شهر تحضير، يعني مش هندخله قبل سنه او اكتر كمان. اكون انا شحطت على باب السيده. وانا ما يرضينيش يا فوزيه. خلاص هخلي الاستاذ نفخه يكتب لك فيلم ونخشه بعد اسبوع ان شاء الله. انا اللي ما يرضينيش يا هانم، لا مؤاخذه يعني السيناريست ده على قده يعني، مش في مقام حضرتك، ما تزعليش مني. ما هو ده رايي انا كمان والله. ربنا يوفقك. استني يا فوزيه، انا عاوزاكي كويس، انت بنت حلال يا بنتي. تحت امرك. ايه رايك لو تشتغلي معايا لبيسه؟ انا؟ ايوه يا ستي، عليها اللبيسه بتاعتي سابتني فجاه، وزي ما انت شايفه الدنيا محتاسه، ممكن تشتغلي بدلها. معلش يا هانم عفي. ليه؟ انا صحيح ظروفي صعبه، لكن يعني لكن عاوزه تبقي ممثله صح؟ ايوه. طيب ما هو ده ما يتعارضش مع ده. ايه المانع انك تشتغلي لبيسه لحد ما تجيلك الفرصه؟ ايوه بس. بس ايه؟ الحكايه دي ما فيهاش اي جرح لكرامتك، وعموما فكري. خلاص يا هانم، اللي حضرتك شايفاه انا موافقه بيه. هو انا هبدا امتى؟ من اوردر النهارده مولد. وانا بتاعت موالد يا ولا؟ انت عايز تفضحلي قدام الخاله ولا ايه؟ ما
انت بتضحك على ايه؟ عليكي، لو انت يا بنت فاكره نفسك ما تصلحيش الا في سوق المتعه ليس الا. امال هتاخدني تهبب بيا ايه؟ هنايمك هنايمك تموين مغناطيسي، وكل شغل والرزق يحب الخفايه واديله ما تريحوش. ولا انت استغنيت عن الشيخ بصباح يالا؟ يا بنت لا، قلت اجوج في النمره شويه، الجمهور برضه على المرسح لما يلاقي مزه ليها شكل تاني. وهتنيمني ازاي بقى؟ هتمددها على الارض، واول ما اقول لك ارتفعي ارتفعي كده. اهو هي بتترفع لوحدها كده ازاي بقى يا ساحر؟ بص يا ستي، عن طريق قالب هتمددها عليه، القالب ده بيترفع عن طريق عمود مستخبي لونه بقى من لون ستاره المرسح. لكن يترفع يا قالت الرفع دي بتترفع من ذات نفسيها يا ستي. لا ذات نفسيها ايه، مصباح هيبقى واقف ورا الستاره، اول ما يسمعني بامرك ترتفعي هيشغل الماكينه. يا ابني الجنيه، امال ولا هتديني كام يوم؟ اكتر بقى من اللي انت بتاخديه، وغير العزومه المفتخره دي كلي كلي، في واحده تانية في البيت عندي بعد ما نخلص عرض. انت عايزني تاني اروح البيت؟ يا لهوي، ونط من المنور والكلام ده كله؟ لا يا اخويا يفتحهالي. اقعد يا منحرف يا بيت يا بيت، بيتي خوافه كده ليه؟ دي النجمه بقت عند امها، اصل امها بعافيه حبتين وحقك محفوظ، ويا مثل وزويز السكومونوسي. لما الدكتور قال ودوها المستشفى ما وديتوهاش ليه؟ ما بترضاش يا فوزيه، اتحايلنا عليها مفيش فايده. ما احنا من الصبح عمالين نتحايل عليها وهي اللي مش راضيه. انا مش هموت الا فرشيتي، فاهمين؟ يا حبيبتي يما، يا حبيبتي نطقتي يما، قمتي بالسلامه. وشك حلو يا فوز. الف حمد لله على سلامتك يما. دكتور ايه ده؟ دكتور الشوم والندام، ده عامل زي العليل اللي عامل مداوي. بصي يما، لو مش عاجبك نغير، مفيش مشكله والله. كل ده علشان الدكتور قال لها لازم تروحي المستشفى. بعد ايه يا ويلي اللي دخل الاذى جسده؟ ما خلاص خلاص. ايه بس يا ماما، انت زي الفل اهو، وان شاء الله هتقومي بالف سلام. ولا ما اقومش؟ ما خلاص، ابن يومين ما بيعيش ثلاثه، والقبر ما بيرحمش ميت. قومي روحي، قومي عشان خاطر جوزك. لا انا مش مروحه، انا قاعده مبيته معاكي النهارده. ما تبقاش دماغك ناشفه، قومي عشان خاطر عيالك. عيالي جبتهم وناموا من بدري بر. اسمعي الكلام، كلميها يا سميره، ما بيحزنش على الميت الا كفنه. ميت ايه بس يا ماما، ما انت زي الفل اهو. حاضر يا ستي هسمع كلامي. تصبحي على خير، الف حمد لله على سلامتك يا ماما. انا هاجي لك من الصبح. ها ان شاء الله. فوزية بصحة تمشي واسمعي كلام امك مباتي يا عم. هو سواد الليل وهاجي لها من الصبح ان شاء الله. وعليكي من ده كله بايه؟ ده احنا بقينا الساعه 2 بعد نص الليل. انا ما صدقت ان عرفت عدل معايا، هروح اعشيه احسن. يا بنتي انت مش فاهمتيني، انت حبيتي هنا النهارده لازمتها ايه بس القعده؟ وانا اطمنت على امي خلاص، انا صاحي العيال اخدهم معايا. عيال ايه؟ حرام عليكي، ينزلوا في جو زي ده ياخدوا لهم لفحه هوا. هغير هدوم واجي اوصلك. لا استنى، ليه يعني ايه المشكله؟ ما انا برجع من الاستوديو في وقت متاخر عن كده. بقول لك ايه، تعالي. انا لسه ما قبضتش من احلامها، هاخد من عرفه فلوس مساهمه مني يعني في علاجهم. لا ما تاخديش منه حاجه، الحمد لله مستوره يا بنتي. يلا بالسلامه، انت روحي. تصبحي على خير. تمني اهلا حبيبتي من بدري. ها مساء الخير يا مصباح. اهلا 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 اهلا، ازيك ستان؟ عامله ايه؟ الحمد لله. ايه انت جايه من الاستديو؟ لا ده انا كنت بطل على امي اصلها بعافيه شويه. ايه الف سلامه، تحبي ابيت على حفيظ ولا حاجه؟ اخص عليك يا مصباح، دمي بتفول عليها، اخص عليك بجد. لا والله بهزر معاك، دي غاليه علينا كلنا. قولي لي اخبارك ايه؟ الحمد لله، النهارده كنت عند نجمه احلام سعيد يعني، وطلبت مني ان اشتغل عندها لبيسه. بسم الله ما شاء الله. يعني ايه لبيسه؟ لبيسه يعني احضر لها هدومها بتاعت كل مشهد، واقعد معاها في الاستوديو، ولو طلبت مني حاجه اعملها لها على طول. اخ احنا كده نزلنا درجه استان، يعني من كبرص صامت للبسه يعني. هعمل ايه يا مصباح؟ اكل العيش مر. الحمد لله عرف حال صلح. وهي شغلانه المنوم المغناطيسي دي هتستمر؟ هيعمل ايه لما المولد ينفض؟ لا ما هو قال لي بقى انه هيستمر. يستمر؟ هيخلي المولد يستمر طول السنه؟ وبعدين بقى لا يا ستي، هيتفق مع فندو عشان يشتغل معاه تنويم مغناطيسي. مصباح انت عارف كويس قوي ان انا ما اقدرش اعتمد عليه، لازم اعتمد على نفسي. وبعدين يعني وانا شغاله مع احلام سعيد ممكن تسقني في دور ولا حاجه. اقول لك ايه بقى، ربنا هيالك الحال يا فوزيه. صباح الخير. انت من اهل مصباح. فوزيه، هو انا لو لقيت حفيظه صاحيه اعمل ايه؟ قول لي، هبعت لك عرفه ينومها مغناطيسي على طول. ربنا يبارك لك. ورده ورده ايد جنايني غشيم.
رمزية. اشرافي قتله لخيالته ليكي؟ لا 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 سعاده الباشا اشرافي قتله ايه؟ دي واحده ست جريحه بتسقر لكرامتها. انت مين انت؟ انا قلت لك اتكلم اسكت خالص. ايه اللي حصل بقى بعد ما اكتشفت خيالته ليكي؟ ما عملتش حاجه، ضربته، شتمته، ضربته بالفظع حضره الضابط بس. وبالمناظره المتهمه تباين وجود اثار شجار. وفي كدمات كمان يا حضره الضابط في ظهري وفي كتفي. يا حضره الضابط انا اللي بصرف على البيت، انا اللي بعوله وبعول البيت كله، يوم يخني كمان. وقع الزنا يعني؟ طب ايه الدليل؟ في تلبس؟ نعم يا سعاده الباشا في تلبس، كلنا شاهدين في الحقيقه، بس هي بقى المتهمه جريت ومشيت لما عرفها كان بيتخانق مع فوزيه. انا شفتها. انت شفتها؟ قصدي مسكتها بس هي هربت مني بنت الايه في الزحمه. لا مؤاخذه يا سعاده الباشا، البنت ثانيه دي طول عمرها معروفه في الحته بالمشي البطال، وصفت الطين عرفه ده يا باشا، واد صايع وبلطجي وقوال بيبعت ثانيه ويقبض عليها. شرافك منقول الله منقول الله. كلنا شاهدين يا بيه ان ثانيه دي سوء سلوك واداب. ايوه يا باشا، دي ست عندها ثوابت وانا بدون تكليف عاوز ساعتك تعمل لها ضبط واحترام وفيش تشبيه. تحت امر معاليك يا باشا. الناس كلها في الحته شافوا ثانيه دي وهي بتهرب بعد ما فوزيه دخل ظبطتهم متلبسين. اي نعم كلنا يا فندم في الحقيقه كنا شاهدين على كده، كلنا عارفين ان البنت دي لمؤاخذه يعني سوء سير وسلوك. لمؤاخذه يا سعاده الباشا، الراجل اللي اسمه عرفه ده لازم يتحبس، لانه قانونا الرجل الذي يخون زوجته في منزل الزوجيه ما يعتبرش شاهد، يتهم. انت بتتكلم جد؟ اصل الحقيقه اخر معلوماتي عن القانون محدوده. على العموم احنا بكره نوديها المستشفى ونجيب التقرير، وبكره الصبح تترد على النيابه. خد يا فوزيه امضي على اقوالك، امضي على اقوالك يا فوزيه. انا كتبت اول مشهدين وهقراهم لك. لقطة عامة لشاطئ البحر في منتصف الليل. تقترب الكاميرا في حركة زوم إن بطيء، يكشف عن سحر ليل هادئ يتناقض مع غموض بحر طليق. بحر طليق إزاي يعني يا أستاذ؟ يعني أمواجه عالية صاخبة رغم السكون الظاهر. سوري يا أستاذ، اتفضل حضرتك كمل. حاضر. وبينما القمر يميل إلى المغيب ونسائم الليل تلفح وجهي نجوى وعادل برفق، بحيث تظهر خصلات شعرها الذهبي وهي تلمع في ضوء القمر، بينما عيناها ترنو إلى الأفق البعيد. الأفق البعيد ده يا أستاذ هنشوفه إزاي وإحنا في نص الليل؟ مش هنشوفه يا جلال، الأستاذ كمال عاوز يوضح حالة الشرود اللي عليها البطلة، مش كده يا أستاذ؟ شرود وأسى وخوف من المجهول وإحساس عام بالكآبة. كآبة؟ كآبة من أول مشهد؟ ما شاء الله ما شاء الله. وطبعا لازم البطلة تبقى مريضة نفسيا. لا طبعا، الإحساس العام بالكآبة مش شرط إنه يصيب المرضى النفسيين وبس، لا، إنما ممكن أي إنسان حساس بتجيله لحظات اكتئاب. ولازم طبعا إحساس الكآبة ده يحس المشاهد، يعني يتنقله بالعدوى. ما شاء الله، كمل يا أستاذ كمل. حاضر هكمل. نجوى يبدو على وجهها الملائكي سحابة من شك وتوجس، تردد في توتر خفي يخفي مشاعرها الحقيقية. يا سلام يا حبيبي على سحر الليل، أنا حاسة إني جزء منه. جزء من مين يا أستاذ؟ يو يا جلال، جزء من الليل طبعا. ما تقطعش الأستاذ تاني لو سمحت. اتفضل يا أستاذ، إحنا أسفين خالص. عادل في حرارة وإحساس طاغ بالشوق. الليل اتخلق علشان أنتي تبقي سحره، وشوق
اتولد في قلبي علشان انت تبقي ورد وفله. الله 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 يا استاذ، حوار رائع قوي. وبينما نور الفجر الرقيق يتسرب وينتشر في كل مكان. نور فجر فجر يا استاذ، احنا هنقعد نصور في مشهد من نص الليل لحد الفجر. وبعدين معاك يا جلال، احنا في جلسه قرايه دلوقتي للسيناريو، مش في جلسه مناقشه حاجات انتاجيه. لا انت كده بتخرجنا عن الموضوع. احنا اسفين قوي يا استاذ، اتفضل حضرتك، اسفين المره الثالثه. هكمل بس مش عايز حد يقطعني ارجوكم. تخيل حضرتك المنظر، انا مفاجاه جننتني. صحيح انا ست فقيره وغلبانه، لكن ابدا ده مش معناه ان انا مش انسانه، عنديش مشاعر ولا طوبه ولا زلطه. انت بتتكلمي عن مشاعرك لما شفتيه بيخونك مش كده؟ كان المنظر فظيع والله العظيم، ما قدرت استحمله. انا عملت ايه عشان يخوني بالشكل ده؟ ما كانش في سبب واحد يخليه يخوني، خون العيش. انا اللي كنت بعمل كل حاجه والله، انا اللي كنت بصرف على البيت، انا اللي كنت بشتغل، انا اللي كنت بربي العيال، وعمل في الاخر يخوني. طب ايه السبب؟ دي اخرتها. الحياة فوزية، أنا ميال إن أنا أصدقك، خصوصاً إن الشهود كلهم بيأيدوا كلامك، لكن واقعة الزنا مش ثابتة عليك. طب وأنا هثبتها إزاي؟ هثبتها إزاي حضرتك تقدر تقول لي؟ واحدة بطالة، والتاني خاين، ويقدر يخون مرة واتنين زي ما يقدر ينكر ويا رب جربته. والله العظيم أنا كان ممكن أعمل نفسي مش شايفة أو مش واخدة بالي، لكن أنا شفت. شفت هو بيخوني، بيخوني في بيتي وعلى سريري. أنا مقدر مشاعرك ومتفهم دوافعك للاعتداء عليه. على العموم التقرير الطبي الخاص بيه لسه مجاش، وهستجوبه أول ما حالته تتحسن. اكتب يا ابني. قررنا نحن أحمد إبراهيم وكيل النيابة حبس المتهمة فوزية صلاح محمد 4 أيام على ذمة التحقيق واستعجال التقرير الطبي الخاص بالمجني عليه وسؤاله عن الواقع. يا اخوانا التحقيقات ملهاش دعوه بانه هو نصاب ولا سيء السمعه، المهم يكون هناك وقائع تدينه. وقائع بس يا شيخ عثمان؟ الله، يعني هي في واحده ست كده هتضرب جوزها بفاصه في دماغه من باب الطاق من غير اسباب؟ الاسباب اللي قالتها في المحضر كلام بيقولوا عليه مرسل، فاهم يعني ايه؟ فهمنا انت. انا فاهمه. كلام مرسل يعني فوزيه واقوالها بانها بتتهم عرفه مفيش اي فعل مادي يدينهم، صح كده؟ صح مظبوط، ايوه لازم يكون هناك وقائع ماديه. يعني شهاده الشهود دي مش وقائع ماديه؟ شهاده انا ومصباح وحنجول. لا بقولها لك اهو، شهادتكم مشكوك فيها وفي مصداقيتها وفي صحتها، وبالذات انت شهادتك مجروحه لانك انت اخوها. ايوه انا فاهم تقصد ايه يا عثمان افندي، اسمح لي اشرح لهم دلوقتي. يا سيدي عثمان افندي يقصد ان لو كانت فوزيه قفشت في ثانيه كان الموضوع اتغير خالص. مش بس فوزيه، كمان الشهود يعني اذا كانوا مسكوها في ساعه تلبس كان يبقى في كلام تاني. كلام تاني يعني ايه بقى؟ ما هو كده ولا كده، معروف ان ثانيه دي والعياذ بالله سوء سلوك واداب. تاني سوء سلوك واداب؟ خلاص روح النيابه اقول لهم الكلام ده. على فكره عثمان افندي انا رحت الاسم وقلت كده بس ما عملوش حاجه. لا حول ولا قوه الا بالله، يعني دلوقتي والعياذ بالله موضوع انها سوابق ده ما يغيرش حاجه في الموضوع يا عثمان افندي؟ لا، العبره بالتلبس. طب وبعدين يا اخوانا، هنقعد مكتفين ايدينا كده لحد البنت ما تتنص حكم وتروح فيها؟ يا اخوانا القضيه دي كبيره وعايزه محامي كبير، وانا ما اقدرش على قضيه زي دي. رحم الله امرئ عرف قدر نفسه. لا اله الا الله يا اخوانا. طب ما احنا هنجيب منين محامي كبير؟ يا جماعه انا عندي حل، تعالوا نروح للاستاذه احلام سعيد. مين احلام سعيد يا مصباح؟